تكبرش الموضوع لهالدرجه هذه. السيده راه في لوبيطال كانت مازال عايشه. ومن بعد مات. راك عارفه العالمه هذيك السعديه باغا تشد البلاصه، ويوسف راه كيدور بالبنت باغي ياخذها. يعني اللي بغى يحل شي مشكل بغى يتسلف كيجي عند سي عبد الكريم. نقدروا نقولوا هذا هو لابواط نواغ ديال السوق. نية ماتت، نية ماتت. هذا خاصو اللي يسد له فمو، فهمتي؟ نسدوها المعلم وهي الاولى. غادي ندخل السوق الثلاثة بلاصتهم. هنية كان كلشي كيبغيها وكانت حسيزة على الناس. قالوا لي كانت منافسة مع حميد الدباغ، هادشي بصح؟ داك التشلهيب ديالك والفهمة بزاف ما ديرهاش مع أمل، خليها مع زينب وحميد، خرج على السوق. الو واش سي حميد؟ وي هشام، اش كاين تما؟ بغيت نقول لك هذيك بنت هنية راه دخلت للسوق. هي دارت داكشي اللي قلت ليها. إوا بعدا بناتها كيديروا بحسابي وكيديروا بكلامي الله يرضي عليهم. وانتي غتحري عليا الفطور. ويلي سربيت لقي راسك، راه كتسناك الدلالة. أخالتي هاي بزاف عليك. أنا زينب الدباغ اللي ردت من الدباغ وتصلته حاجة وشان. وليتو كتهضروا بكلامها. خالتي زينب كتقول الحق، واش كذبات؟ إلا من غديت سالا العزا وردين لك البال وحاطين عليك العين. هنية ولدت بنات حرات كيعرفوا مزيان يفرقوا بين الوجوه. دور ميا سك حميد. أنا اللي سولوني علاش مشيت عندها للسبيطار شنو غنقول لهم؟ قول لهم ما تدخلش عندها. إيه ولكن راه السبيطار كله كاميرات. فين غادي بيا جمال؟ نسعد العدولات. وتطلق صاحبي فين غادي؟ عازي بنت واحد العدولات. جمال كنعرف واحد العدول صاحبي يصوب لنا قاعة أنكلو عزيز. لا ما يمكنش، ما يمكنش. علاش ما يمكنش؟ لا لا نختموا هذه القصة هذه بالحب ديال الحب أنا وياك بالزواج. أش نسولك؟ عمرك شفتي روميو تزوج بجولييت؟ ولا شي ملمسة لحوايجهم؟ علاش؟ خير من هذيك الساعة لابس الحوايج ديال القيس وليلى. حتى قيس أسيدي عمر تزوج بليلى. صافي مسحتي السما بليكا. ولا عباد الله نضيع أنا مقابلة زواج. واش هزيت انا في الدنيا عباد الله؟ انا ما طالب والو عباد الله، طالب على الزواج. ها الزواج عندي حيد هادي مني وانت وكوكا عباد الله باغي تتزوج ودير لي شي حل. اسمحي لي الليله اللي مات فيها مدام هنيه النوري عرفتيها؟ وي مدام هنية. علاش كاميرات سيرفيونس ما كانتش خدام؟ بالنسبه ليا قبل ما نخرج دوزت لي كونتين بالشيف سيرفيس باللي الكاميرا سيرفيونس على الشومبر كان جو 16 و 17 باللي اونكو. ومن غير الشيف سيرفيس كاين شي واحد اخر في راسو هاد لافورماسيون؟ يعني بالنسبه لاي فيرمي غيجي دوز لاكارد ديالو غادي يعرف باللي كاميرا سيرفيونس اونكو. لوجيك. عندي قدر نمشي دابا، عندي واحد اليوم نمشي. عرفت راسي براسك غير هو قبل ما تمشي غادي نعطيك ماكارت فيزيت ياك. اي حاجه تفكرتيها ولا شكيتي فيها اتصلي بيا. مرحبا مكاينش مشكل الدنيا. مرحبا صحيح. مرحبا ليا. مرحبا. عبد السلام. أمل لا زينب. صباح الخير لا زينب.
السلعه اللي داخله عندي اليوم ما تقيدهاش. ايه ما نقيدوهاش. صباحك مبروك لالا. داخلين سخانه بلاك الجو بارد خاصه انا نيت جاكيطه. باغي تبداو بكري بغيتي تاع العشيه؟ مرحبا تمشي معنا. جمال بلاتي خويا شنو بغيتي؟ السلعة عادي بغاها السي حميد. تحط هاد السلعه هنايا خليها لي. هاد السلعه تبقى هنا نبيعها لمن ما بغينا وبالثمن اللي بغينا. اللي بغى الهوتي يمشي يقلب عليها. بغيت تكبروا دغيا ها هو غيجي اللي غيعرف لكم. سير حنا كنتسناو داكشي ديال الخوف والخلعه سالا شحال هذا السقره ديال كلشي اللي خدام عند شي واحد يمشي عنده المحل بلا ضرب بلا قرب الصباح هذا. سير حتى الليل واجي نعاودوها لك. شي مصبحها للصناطق وشي مصبحها لبياضك هشام. اجود جود اجود جود يا مول جود. شي جديد الشوفير مع الناس ديال سوق الدلالة. أما البنت هنيا دلات للسوق كيعاونها يوسف. هذاك يوسف خصنا نعرفو عليه معلومات كثر. ما عرف شنو كيدير. ذا كيقرا في لافاك د ميديسين كيستاجي في الكلينيك. جا من بزو با هو الحاجة لي الدلال. معروف دلال جبزو في سوق الجلابة. جا عند عمتو السعدية باش يكمل قرايتو ونزل يعاونها في السوق. 100% عنده علاقة مع أمل. أمل خاكوك تنزيدو معاها قبل. أوكي الشيف عينينا راه تما. شفت هاديك خيتي ولات مخدمة معاها الزازو يوسف. شنو ولات الفوضى هنايا؟ بنت الدلالة لازم تبقى دلالة. شنو زعما باغا تولي هي المعلمة ديال هاد السوق؟ والله إلا كانت لا واش العين كتعلى على الحجم؟ واش هي غتكون بنت تباع؟ جمال تبقى حدا هاد السلعة ما تحركش. ولا جا سطاتي وري هاد الزربية وري الرشمة ديرها ما يبيعها إلا عارف قيمتها. حتى انا عارف اش كندير راه كنفهم في كلشي. شي دابا هاد الزربيه هادي فيها ديال الزغبه وفيها العاديه وحتى في اللوان. كاين اللي كتبع بقصور القشور الداد والحنه وكاين اللي كيدير لها النيله وكاين اللي كيعرف كيف بدا يخلط ويجلط. شتي هادشي راه كنطير فيه راه ماركتينغ. دابا انت عارف هادشي كله واعر مجهد. شنو قلت لك انا؟ اش قلت لي؟ نعاود لك الهضره عاوتاني. وري السيد الرشمه وبقى حدا السلعه وهذيك ما تحيدهاش من يدك. انا نمشي لوبيتال ونرجع وبريزونتي لي السلعه. تماك مقلقه سعدي انا اسي اونتو ها يلا ازيدو ها الصينيه ها لا لا اسمحي نسولك مرحبا بوكس اسمحي نسولك. شوف اذا ما عجبتك الحاجه انت عشيرو تنزل. شوف عاد تنطي انت ان شاء الله شنو اللي فيها راه منقوشه هذا الجلد ديال الحوت وهنايا كاين تريونغل تريونغل كلامور سمعتيني عجبتك؟ لا لا سؤال اخر الاخت مزوجه سؤال تماكي وعجاوبينا عجاوبينا على الاقل عاد ابتسامه. الو وي الو طالياني وفين هاد الغيبه صاحبي؟ قلت لك لالا زينب قضي ودغيا واش غادي نخليو هاد الطبوع هادو يلعبوا علينا في السوق؟ مرحبا وصفت الجمال الزاز اللي لاهيه لاهيه ولكن قول لي واش كاين شي العاقه ولا غنضربو تما راه فابور عاوتاني؟ قلت لك المعلم قضي كون هان يلا انا نشرح لك فهمتيني غلط. دابا انا بغيت نفسر لك شي دابا هاد السنيه هادي ديال الفضه الحره
ولا درتيها بشي دفوع وتحطي فوقها الريحه وشي قفيطنا كالثوب وديري معهم شي طبله مراكشيه منقوشه ولا قبلتي عليا للزواج نطيعوني هيك طوندونس. اش قلتي؟ طوندونس. نعم نعم. ماك مهاد كلي انا بغيت نبيع لها طنجي صينيه. اختي هادي سيليباتير نعيش انا. صباح الخير سي كنار. صباح الخير سي جمال. كيفاش الفطور؟ فطور؟ ايه فقين فطور واحد تنجيب معايا من الدار كاس داتاي ومسيمنا كندوز بهم فطور وغدا وعشاء. يا صاحبي بحال ماكلتك بحال غناك معكس ومنحوس واش تعرف هذا ما كاينش شي لافيت عرض عليا وباغي نفطر درني الجوع. واش باغي تزرد دابا؟ ايه باغي تشبع؟ ايه خويا جلس. هات لي بالاول سكسو ولا تخلي حدي مسو يكون فيه شي تبصيل كبير بالزبادي راوي الزبادي راوي وعمل عليه غلمي وخضاري. حبس حبس ما تلقاش عندك السفه. حكيمه سلام. سلام. قول لي يا موجوده؟ موجوده كاين ما نقضيو بس في واحد لافير في سوق الدلاله دابا. تعرفي جمال الزاز؟ قول ساكس فراخ من الحمام شمونه ومدومه الحليب الصافي زيد القرفه زيد القرفه زيد القرفه زيد القرفه زيد القرفه قول عرق انت ما كنتش خاسر انت قول قرفه مالك زيد قول قرفه. اش كدير انت انا؟ نعم اش كدير انت؟ عاود عليا السي كنار مجردني. سي دوماج. علاش؟ جبتي عليك واحد الفطور ورا الزرد عاف الغنى. لا 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 عاف عنوطات عنوطات ها هي ها هي اش فين جاك؟ جمال ما تنساش. اشنو؟ اشي انا الخدمه. لا كوني هانيه صافي كوني هانيه. انا عارف يوسف حيت انا مقرب لي الحانوت ولحق عليك. صافي يا فتاح يا رزاق يا اللي مهون في الرزاق. معلم أه. عن كرواسة اللي عزيز عليك. شكرا صحة وراحة كيكا. أنا شلك النعناع ديال البروجة المعلم. أقول يا المعلم هذيك السيدة بعثي لها الخاتم. لا سميتها تقول لك 925 أنا راني ما فهمت حتى حاجة. هذيك راه كتكلم 925 على النقرة وما كاينش غير 925 كاين 950 كاين 800 ولكن رطيط ماشي شويه. اما النقره ديال 925 كتكون قاصحه ومجموعه. انا ما فهمت حاجه. انا ما فهمت الاولى انا فهمت الثانيه. عاود نشرح لك. شوف هذه الخاتمه هذه هي مطبوعه ب 925 فهمتي ولا لا؟ دابا النقره ملي كتكون ماده خام يعني مازال ما مخدوماش وكنبغيو نخلطوها كنزيدو عليها النحاس 500 غرام ديال النقره كنزيدو عليها 40 غرام ولا 45 غرام ديال النحاس باش كيتقوى وما يتعوش. فهمتي؟ تبارك الله عليك يا ود المعلم. والله الا راك حريفي واش من حريفي لا يخطيك لينا ود المعلم. اشرب الدقيقه ديالك. الحمد لله اللي فهمتيها. شرب شرب المعلم. شكرا. الله اخويا انا سوق الدلاله انا ما غاديش ندخل ليه. تثبت شويه انت مالك؟ جوج دقائق غتدخل غتشعل العافيه وغتخرج حتى واحد ما غيشك فيك. الصراحه راني خدام معاك ومروج كيما باش نشعل العافيه اشوف شي واحد اخر. اسمعني مزيان انت انا داك الرواج اللي مدسرك غادي نقطعو عليك. يلا نوض دبر راسك نوض. تبقى على خير انت راك خويا راه صاحبي انت مالك ورا ديما كتشعل العافية صاحبي ضريبة عليك. طاوس ريشة ريشة تبارك الله عليك برافو.
هاك زيدك هادي حتى هي. كي جاتك الخدمة؟ ما عرفت اش كنت غندير بلا بيك. شنو كنتي غدير كاع؟ تلقاك مكمد حدا مراتك زينب على البرد. المهم هادشي زلاتو لي وداك المعمل سطيرهم العبارات، قولي لهم البدا يكون خفيف ما يكونش ثقيل بحال الحجر، خلينا حتى حنا نفسو نشمو شويه ديال الفلوس. كتحماق على الفلوس، بغيت غير نسولك فين كدير هاد الفلوس كامله فين؟ المهم طبسي الغارق والثقيل ما تكون منطيش، راه ما فيه فلوس. واخا سيتي بلا دازت ان شاء الله السوشي على حسابي ياك. المعلم اه محتاجني؟ لاش حيت جمال الزاز ويوسف جابوا شي سلعه. شوف ايوا مشيت تشوفهم. ايه راسي صباح الخير. صباح النور. اه با سيدي. اه لا 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 واخا عليك كتفطر بلا بيا. اش غادي ندير؟ الله يهديك الله يهديك اسوسن. كنقول لك فطري في الدار. انا فطري دوز لي بلا هاد الزين بلا هاد التحف. اه لا خلي دابا الشونج وكولي لي انا عقلي. انتي تفطري بكرواسون بحال جدك. واش انا اللي جدك كنفطر بكرواسون وانت كتفطري بالشفنج؟ الشفنج هكذا كتطفي في الزيت. لا حول ولا قوة الا بالله. مالوغوزمون ما طفوناش الزيت. هادشي غير مالوغوزمون. هاي جدي كرواسة خليني نهاريك. عمي حنايا شرفنا وهرمنا. شرفتي خالتي سوسو غالتي. خلينا. خالتي سوسن. خلينا ناكلو السفنجات. إلا قالو عفريتة راك انتي عفريتة. هادشي باش كدوخي يا عباد الله فوق الخشافة. كتبقي عليهم بهاد الكليمات وبهاد الكليمات هادي حتى كيدوخو. إييه. لا جدي أنا ما كندوخ حد. ديك الهضرة اللي كنقولوهم فوق الخشافة هاديك راه قراوها علينا. ياه. يمهل ولا يهمل. علال. نعم أسوسن. شي كاس داتاي؟ أنا جاي. شي كاس داتاي؟ هذا يتشحر مزيان. كوني هانية. شي مكسي بزاف مشحر مغيز هذاك الشيء اللي تتبغي. المعلم القيوة المعلومة ولا؟ وبلا سكر. كون هانا المعلم. الو حميد فينك؟ واش انت مخلي الضربه نايضه هنايا والعافيه شاعله وانت ما كاينش هنايا؟ يلا سير بسرعة عطيك يمشي تخينا توا الصباح. هشام الحباب السلام عليكم. باقي مواصلين الكبسوله ديال حبس كما سمعت وكما رايت. اليوم انا واقف قدام واحد المعلمه مهمه، الناس كيقولوا لها محكمه ديال البشر، ولكن هي في الاصل كانت محكمه الاستئناف اللي دارت في عهد الاستعمار. هذه المحكمه هذه بنوها صناع وحرفيين مغاربه تقليديين واعرين، لكن تحت اشراف واحد المهندس معماري مغربي فرنسي اللي سميتو اوغوست كادي، وكان تاثر بالموريسكين. علاش؟ علاش كنشوفوا هذه المعمار هذا غادي تلقاوها كتشبه القصوره والجوامع ديال غرناطه الاندلس. يلا الحباب نقول لكم الله يعاون ونتلقاو في معلمه اخرى من معالم الحبس كما سمعت وكما رايت. تهلاو. واو زوينه. تقول لي فين منظور لقاك؟ وانت فين منظور لقاك كتصور في الحيط وكتهضر على الاطلال؟ واش ما عرفتش دابا انت شبناي ولا صحافي؟ هادو ما سميتهمش حيوط، هادو سميتهم معالم، هادو راهما الذاكره ديال هاد البلاصه ديال صاحبي. ايه ولكن المعالم راه عندها ناسها. وعلى شنو؟ راه ملي كنذكروا اماكن ومعالم راه كنذكروا الناس اللي دازوا فيها. ما كنهضرش كان على اللي دازوا، هذوك ماتوا الله يرحمهم الله يوسع لهم ضيقة القبور. انا كنهضر لك على المعالم ديال دابا. كدقوا عليا باغي شي حلقه الزاز. ومال اش قال فيها الله؟ جمال الزاز هذا هو المثقف ديال هذه الحومه هو الذاكره ديال الحبوس دابا حاليا. انت
فهمتيني، ومثقف على جوج الحوايج، مثقف ثقافيا ومثقف ما مجيت ما نزوجش. ولكن نمرا الزاز. اش قلتي؟ يلا سيدي ما يكون خاطرك يلا. واش قلتي في الفطور؟ اش من الفطور؟ قلت ما تشوفني باغي تاكل شي حاجه. اسيدي حنا ما بغينا لا فطور لا غدا. خلص عليا غير مع ديال الشباكيه عند هتلر الله يرحمه. شكون هتلر؟ ويلي ما عرفوش حتى. لا هتلر انا غادي راه قصه اخرى مازال نعاود لك عليه، كاين هنا في الحبوس كيبيع الشباكيه واعر هتلر سميتو. وعفريت شو وختي يلا وعاود لي على هذا هتلر. يلا انت راه غادي تشوف العجب. مالك تعطلتي يا صاحبي؟ خلعتيني عليك. غتسني تافطوا العينين اصاحبي. واش بغيت تشوه انا ولا مالك؟ قول لي شعلتيها؟ شعلتها. معلم داكشي علاش كنعول عليك راك ناضي. سنان بدل الحوايج. أبدل أخويا حوايجك بدل. قول لي ما شافك حد؟ اش كتعرف عليا؟ طقو السكوت يلا نطيني. مالك زربان مالك؟ اش كدير بهاد الفلوس؟ أنا غنعيط للطلياني باش نطينا بجوج. كيصوني وما كيجاوبش. وبيناتكم انا كنعرفك انت صافي ما تعاودش الهضره. عمرني درت معاك وما عطيتكش. المهم راني محتاج ما تبقاش تبان هاد الايام. وين عم طلعت؟ وينك يا ميت عدم؟ عجبك الحال كتفرجي قفلتيها قفلتيها قفلتيها. غادي تشوفها لا زين حاطينا احنا في هاد السوق احنا اللي كاينين البطل عندكم قريب. تحكر ودخلت عليها اليوم غادي نحكر عليك قدام الناس. اش هاتوا العافيه علاش؟ كتخلب عليا انت كتخلب. شكون اللي قال لك احنا حرقنا شي سلعه؟ شكون؟ من الصباح وانتم كتحكوا علينا الناس كلهم شاهدين. غادي نعيطوا على البوليس. ما كاين لا بوليس لا ولا فاريوها هنايا باش كل واحد فاريوها دابا. لا لا وانت كتقلب عليه ماشي بحال هكا. تخمنوا تخسر معاه سي بهذا سي قرا. انا انا ادخل اجا خرجي عندي خرجي عندي في ساعه خرجي مالك خرجي. السلعه اللي قلتي لنا حطوا الصباح السوق شعلوا فيها العافيه. شكون اللي حرقها؟ وماشي قادر تكون حرقها. يوسف راه مضرب مع هشام وراه كيقتلوا بعضياتهم. راه الصباح انا كنفك. يوسف سيري سيري انا جايه. سوي 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 عيا مافك سوي 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 سير 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 شي واحد فيهم الاخر سوي. اش واقع؟ اش المعلم راه حاله دار فينا؟ تكرفص علينا في هذا الصباح. شوف المعلم شوف وحسين لا زين ما احترموهاش. واش انت من نهار جيتي لهاد السوق ما كان بالو غير حنا؟ واش ما عندك شغل؟ نسولكم انتوما شنو واقع؟ علاش حرقتوا السلعه؟ علاش ما سلعه نحرقوا؟ شربت اعتقد خاصي عبد الكريم. اش هاد؟ اش هاد الفوضى هادي ها؟ عمر هادشي ما كان. راكم شوهتونا في هاد السوق. طليان صافي درتي داكشي اللي بغيتي. امان علاش جيتي؟ خليني نتفاهم معاك. صافي يوسف ما بقينا باغيين والو يلاه نشوف حالنا. يوسف حيد من هنايا خذ معاك امال وسير. انا اللي غادي نتفاهم معاهم. عصير الكريم واش ما سمعتيش اش تيقول؟ قال لك حنا حرقنا الشراوط. تقتلوا بنادم وتمشيو في كناز حدك تم. وصحابك انا دري صغير بحالك بغيتي الشراوط هما موجودين في المحل دوز خذ اللي بغيتي. شتا الامل هذا اللي داير فيها صعصع ودير راسو كيحامي عليكم راه هو اللي غياكلكم. طلياني حسابي معاك هو الاخر على السلعه اللي حركتي.
يلا يوسف. يوسف كنت معه. سي أنت. واش هذا؟ دابا ولاد العبد الدراري صغار. لا حول ولا قوة إلا بالله. هادو مالهم دايرين هاد الشو هاد الحالة هادي على هاد السلعة؟ تحرق إلا بغات تحرق. أزين بالله يهديك. الناس ديال السوق كلهم كينعتوا فينا. تيقولوا حنا اللي حرقنا لهم الحوايج. مسكين. زعما أنت مظلوم. فين كنتي هاد النهار؟ أنت فين غنكون؟ مشيت نجيب السلعة للمحل. الله يجاني نطيقك. وشك جايب يدك خاويين وطوال. ماشي يدي خاوي. راك عيطتي لي. جيت كنجري. جيت تنجري طاير. لا طاير. لا لا بصح عندك. عندك صح طاير. زينب. بركة. أنت لي هالأيام أنا ما كنعرفكش فين كتمشي. قيامة نايضة في السوق وأنت ما كاينش هنا. فين غنمشي؟ ها؟ فين غنكون كاع؟ سي حميد. أنا راه شفت شكون يشعل العافية. أه. شحال من خطرة تنقول لك ما باقيش تحط رجلك في هذا المحل. يلا عطيني ابتساع درك عليك مارتك. إلا شافكم شي حد كديروا هاد العبد الدراري الصغار وباغي نطيحوا راسي للأرض راه ما يعجبك حال هاك حميد درتي راسك في هاد المستو هذا وطيقتيه راني كندوي معاك ما حشمتيش ها؟ ما حشمتيش تحرق السلعة السي عبد الكريم خلينا نحترمه أنا راه ما حرقت لا سلعة لا والو أنتم ما خليتو فيها شي احترام لا أنت ولا هادوك اللي مخدمينك اسمع إلا مشاو تشدو يوسف أو جرات شي حاجة راه ما تلومين لا راسك هذاك السي يوسف ديالك راه ضربني وتكرفص عليا قدام عباد الله وهما الناس ديال السوق شاهدين شاهدين عباد الله ياك يا 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 دير لينا هاد الأفلام ديالك هادو راه درناهم حنا شحال هادي راه ما ينفعك إلا المعقول سمعتي بعد على امال وبعد على يوسف قرتونا بد امال يوسف صافي سالت الهضره خطوي لالا زينب لالا زينب لالا زينب لالا زينب لالا زينب لالا زينب واش انت غتمشي وتخليني انت شتي السي حميد شنو قال مالك خايف كترعد غير بوحديتك قلت لك شنو غادي غتمشي دير شهاده طبيه وتشوف شي واحد غادي يعمرها لك مزيان غتصور راسك بهاد الحاله اللي انت فيها ولا عيطو للبوليس باني ما سمح لي على هادشي اللي وقع بغيت نعاون ولكن الله غالب وقع اللي وقع انا ما عملتليش سلعه انا خفت عليكم نتوما تصدقوا مضاربين هو اللي بدا هو اللي بغى الصداع يقدر يكون هو اللي شعل العافيه في السلعه حيت في الاول دخل دخله ماشي تلهي ومن الصباح هو كينقر عنا ياك انا راه قلت لك ما كتهمنيش السلعه ولاني انا غادي نمشي للسوق وديك السرعه اللي هضر معايا غنتفاهم معاه لا ديك أنا اللي غادي نمشي للسوق ونجمع ديك السلعة اللي بقات نتأكد غير واش هو اللي شعل العافية ديك الساعة ندبر معاه وأنا معاكم سيدي الجنة جلسي دخلتي السوق كنت كندير شي وحده البازارات علاش باز يا حلا فمك ما كتدي خبر ما كتجيبي خبر علاش شنو واقع دابز على قبلها شكون ويلي على شكون يوسف يوسف صاحبتي يوسف اصلا كيدير الزوين مع كلشي مع كاع بنات الحوم وصراحه انا داكشي اللي قلت مع راسي يوسف اصلا داير بحال هكا
على بنات الدرب مستعد يدير اي حاجه، وهو داير هكاك، هو شخصيته بحال هكاك، كيبغي يدافع وكتهزو النفس. انا داكشي اللي قلت مع راسي عادي زعما فيها والو. سويله حلي عينك صاحبتي، شنتي صاحبتي نهار اللي غتحلي عينك غتشوفي بزاف اللي غيبغيوك. شتي انا في وسط الناس كاملين كيبان ليه واحد، كيبان ليا يوسف، يوسف وحدو اللي كيبان ليا. يوسف 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 شتي كيف ما كيقولوا الهلا يطيح حبك على حجر. زبنتي لي واحد السطوره كبيره سوسن، خلي ديري له الشو ديالك في السوق. الله يرحم باك عافاك. سهيله خليها نخدم على قولي. صافي واخا يلا بابا. هادشي اللي وقع لك ماشي سهل، ولكن ان شاء الله غادي تنساي. بدلتي البارفان ديالك؟ ها مجاد ماشي وقته هذا، كيخنقني. حتى البارفان ديالي ولا كيخنقك. علاش كتفهمي شي حاجه ما كايناش؟ بارفان بدلتو عادي، فين كاين المشكل؟ ما كاينش مشكل، وقال انا اللي فيا المشكل. غير ما تسمي هو كلشي تبدل عليا. امال يلا نخرجوا نبدلوا الجو شويه، واش تبقاي بحال هكا؟ يلا نمشيو شي بلاصه بوزنيقه ولا محمديه، يلا نمشيو حدا البحر. طالياني الطالياني الله يهديك، واللي راه رجع باش يقرا. واش السعديه غنقابلو كان سوا يوسف ديالك في هاد السوق؟ حنا ما عندنا ما يدير. الطالياني اتتنهض على خالتي السعديه وتالي شعلتي العافيه والسلعه ديال امل خصي كل حرك سيها. عاود 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 ليا. وتالي شعلتي العافيه؟ شتيني بعينك شعلت العافيه؟ ياك ما انت اللي عمرتي لنا البريكه ولا شتي لنا لقيت؟ واش شتيني بعينك عرفت شي حوايج؟ والسوق كله تيقول الطالياني شعلت العافيه. انت قبا واش شتيني بعينك عرفت شي حوايج؟ خالتي السعديه الطالياني كاع ما كان معاهم كاع. اوكي وكون معايا حسكه وبلا بكا وسير حك النحاس، ما تحكش عليا انا ملي كتسلطوا علينا بهذا السوق. بدل ساعه اخرى كيف واخا انا نمشي نشوف اختي، راك عارف ما نقدرش نخليها في هاد الظروف. اجي اجي
في غير جاب حالك لافاك ما عجبتكش؟ ما عجبنيش هادشي اللي لابسه. علاش هادي حالة لافاك؟ هادي راه حالة الصهير. عاوتاني غتبداي انا حره؟ لا انت ماشي حره وما غتخرجيش بحال هكا. امال خليها عافاك يوسف دخلي بدلي عليك. واش انا كندخل في حياتك كيما انت كتدخلي في حياتي؟ صافي خليها. لا ما غنخليهاش. غتدخل تبدل عليها الا بغات تخرج. شنو غيقولوا لنا الناس؟ هما تسودار وما بغاو. خفيرة البنت شوية راه مازال صغيرة، ما تفلست من يدك بحال هكا. ويلا نخرجوا. مشاكلكم في هذا السوق ما بغاش تسالي. واش حنا باقيين في لافير ديال هنيه غادي تزيدونا العافيه؟ يوسف شكون كتشاهد؟ تا واحد الشاب راه ما عارف والو. الناس في السوق راه بحال العائله. عائله وهاد العافيه هادي هبطات من السما. ها انت وجمال الزاز وسوق الدلاله عامر تا واحد ما شاف شكون. انا قلت لك الشاف راه السوق راه فيه عمتي فيه سي عبد الكريم فيه ناس كنعرفوهم كنحترمهم ما يمكنش انا نتهم بنادم غيرك. بصح حيت السلعه ماشي ديالك ياك. السلعه راه بحال ديالي. امال راه بحال من العائله. واخ يلا قولينا شكون اللي شال العافيه. شاف راه ما عرفش بصح ما يمكنش نقول لك شي حاجه غير هكاك. ولا كان شي حاجه راه انا غادي نتكلف. تكلف اش البلاد ما فيها قانون؟ كل واحد يدير اللي بغى. شي داكشي ديال ناخذ شرعي بيديا وحقي بيديا ما بقاش خدام. او لا سيمس؟ لا لا ماشي هادشي اللي قصد. الا عرفت شي حاجه راه نجي نقولها لكم. يوسف شكون اللي شعل العافيه في السلعه؟ شاف راه ما عرفتش. حنا راه كاع ما بغينا يوقع هادشي. واخ باين سير. واش فراسك امل ويوسف والسعديه مشاو عند البوليس؟ واش هاد المشاكل ديال السوق ما غتساليش؟ علاش كتغوت؟ علاش مالك ملعود غير بوحديتك؟ ياك هما اللي ضربوا وانت اللي كنتي خصك تمشي عند البوليس. ولا انت حيت ما مسوقش ما كاينش هنا. الله يرحمك على ابو اللي كنعرف كلشي هادو فهاد على هاد السوق. دابا راه مش وقت الاطلال زين. ياك انا دابا باغي نحل لك عينيك وانت جالس كتسمعني في غير ودنيه. دابا من هادشي كله فين داك بنا؟ او معلم انت هو المعلم. واش الدنيا مقلوبه عليك وانت غاتفي كنتي؟ واش غتقضي واحد الغرض مع الفاميليا؟ ايوا سيدي راه غتقضي في الكوميساريه ان شاء الله. فراسك باللي صحاب دعوتك راهم في المخزن ها؟ وغادي يقولوا باللي حناهم
واش عندك شي شهود؟ زينو هاد لعب دري صغار خليوني بعيد عليه حيد بعد ما المعلم ولا كيخاف الله يرحمك أبا مشيتي وخليتي الدل طايح عليا فهاد السوق هشام إلا عيطيلك البوليس صميت لميت تجيب شهود من عندك باني واش كاينه درنا سوكسي اليوم عرفتي سوسن الا مشيت حتى لحد شي تصويره في الفيسبوك انا وياك اون كوبل الله يتنجر الباس شنو هو والله جمال وتروح هاد شي فيسبوك تنقولها جدي ايه وكره التصاور ديالنا راه مطلايب لا حنا وحدي الاخرى الكره دابا راه في تيك توك مطليه اجي انا راه ضربت تمر اليوم من البلديه حتى للجرده عطيني فلوسك خلصيني حتى كتكمل سيمانه جمال الله ياه غال شو نوض ما حددني عامره نوض لبس لي اونتيغون لاش اختي اونتيغون عاوتاني لاش واش راه القلب اونتيغون ليل ونهار وثقيله ثقيله جمال كل مغدي كنلبس اونتيغون ها جمال ايه واش فيها نعطيكيني روميو واخا عي مره في الاحلام نحس انا تنا بالحب والاحساس العاطفه اونتيغون روميو اونتيغون روميو اونتيغون اونتيغون بغيت نشوف العميل تاوعك شكون انت لاله سهيله الدبار محاميه على ود يوسف الدلال هادي شكير انا يوسف على سلامتك الله يسلمك علاش ما عيطتي ليش علاش ما كاين والو غير سولوني اسئله عاديه وصافي سلامتك على سلامتك الله يسلمك عمتي ايه على حد الباس خالتي ما عندهاش تقلقي ما غيكون غير الخير انا راه معاه فهمت عليك على سلامتك يا يوسف الله يسلمك خالتي غنمشيو المراه كتسنانا يوسف نوصلك ياك بلا ما نمشي معكم عند المراه ولا نمشي معكم اللي بغيتي عملتي صافي يلا نتلاقى في السوق يلا خالتي هذا ديال التقرفس يلا نمشي